السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو تاع اليوم غراتا تاع البطاطا محشوة بقليل من الفيونداشي والكومومبير، وصفة بنينة بزاف. وبزاف المشتركات اللي طلبوا مني باش نعاود الوصفة وحدها، خاطرش في رمضان درتها مع ثلاث وصفات، وراح نعاودها للأخوات غاليين والطلب رخيص إن شاء الله على بركة الله. اذا نبدا بالحشو. درت البصل، درت له قليل من الزيت يتقلى، بعد زدت شويه برك تاع اللحم المفروم، نخليهم يتقلوا مليح. بعد زدت شوية تاع الثوم، زدت طماطش مسكر فجأة، مع الدنوس، كمون، ملح، ملح على حسب الكمية، وشوية تاع فلفل، بعد نزيد شوية تاع الماء ونخليه يطيب شوية برك، قيس كاس تاع الماء ونغطيه نخليه حتى يطيب. قليت البطاطا في الزيت، وراح نقطع البواط تاع الكومومبي على 4 دوائر. بعد ما طاب الحشو راح ندير طبقة من البطاطا ونزيد الحشو فوق هذيك البطاطا. بعد نزيد الكومومبير فوق الحشو، وبعد نزيد طبقة ثانية من البطاطا ونزيد الحشو. بعد ندير كريمة الجبن اللي درت فيه كاس تاع الحليب ومغرفة ونص أو 2 مغارف تاع المايزينا، نخلطهم مليح. بعد نحطهم على النار حتى يختاروا، ندير لهم قليل من الفلفل الكحل، بعد نزيد الجبن نحركوه حتى يذوب، بعد نحيه ندير له شويه تاع الثوم ملح، نزيد 2 حبات تاع البيض او 3 حبات، 3 حبات بيض،
ونحط هذاك الكريمة في البطاطا من الفوق. بعد ندير الجبن المبشور من الفوق ونحطها في الكوشة تطيب حتى تتحمر. هاي ليك البطاطا، نظن الصورة تاعها تشهي. شهيتكم بالصحة وحقكم في الجنة إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية وصفة اليوم، نتمنى عجبتكم الوصفة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والجيم إذا عجبتكم الوصفة طبعا. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.